مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون شهر سبتمبر لمواليد برج الدلو؟ كيف شو في عندكم بهذا الشهر؟ هذا الشهر راح اقسمه الى قسمين، في جزء منه افضل من الثاني. الجزء الاول من 1 لـ 22 وهو جزء لا باس به، بيساعدكم لحتى تنتقلوا من اذا في مشاكل تنتقلوا الى الحل. الجزء الثاني هو من تاريخ 23 لـ 30، هو الجزء الاجمل الافضل والاكثر حظا. طبعا بهذا الجزء زحل بعده موجود والمشتري بعده موجود، رح نحكي عنهم ونذكرهم لاحقا. خلونا نروح للجزء الاول. الجزء الاول وهو من تاريخ 1 لـ 22، الشمس موجودة ببرج العذراء، في عنا قمر جديد ببرج العذراء، وفي عنا قمر بدر بيكون ببرج الحوت. هذا الجزء بيتخلله عطارد بالميزان، فينوس بالميزان، وفي عنا مشتري بالدلو. هاول الكواكب مع الشمس راح تساعد انه تخفف عليكم الضغوط، راح تساعد لحتى تخفف عليكم الضغوط. هلا الشمس بحد ذاتها من برج العذراء عم بتقلكم اشتغلوا، عم بتقلكم اهتموا بحالكم، اهتموا باشغالكم، تابعوا الامور، صححوا الامور، رجعوا ردوا الامور لمجراها الطبيعي، وراح تقدروا شرط تختاروا الايام الاكثر حظا. اختاروا الايام الاكثر حظا وراح بتلاقوا حالكم ناجحين ومتقدمين. عطارد راح بيساعدكم، راح يحملكم القدره على تسريع الامور والنجاح فيها. فينوس رح بيساعدكم ويجلب لكم الأخبار السارة. المريخ رح يعطيكم قوة في معالجة الأمور، لكن بكم تعرفوا تتصرفوا لحتى ما تكون قوتكم فائضة والناس تهرب منكم. وجود القمر الجديد في برج العذراء بتاريخ 7 بيقلكم أنه ضرورة تلاقوا حل وسط لحتى تتخطوا العقبات، تلاقوا حل وسط لحتى تتخطوا العقبات بتذليل العقبات. يعني لما بتكونوا عم بتحلوا قصة، رايحين مثلا عند مكتب، عندكم معاملة عم تشتغلوها، شو ما كان، مسألة صغيرة أو كبيرة عم تشتغلوا عليها، بدكم تكونوا كتير دبلوماسية، كتير مرنين لحتى تلاقوا الحل. لأنه قمر جديد معناتها في ملف عم بينخلق أو حل لهذا الملف. لما منروح لعشرين الشهر وهو الفول مون في برج الحوت، هذا معناته أنه في نوع من اهتمامات مالية بالنسبة لألكم قد تظهر بطريقة يمكن مباشرة أو غير مباشرة، إلا عليه قبل كنتوا عم تشتغلوا بمطلع الشهر. منروح للجزء الثاني. الجزء الثاني من تاريخ 23 لـ 30، هذا الجزء هو الجزء الحلو لأنه بيحمل إيجابيات حلوة لألكم من برج الميزان، يلي عم بيساعده أيضا عطارد وعم بيساعده المريخ. بيعطيكم قوة، بيعطيكم حظ، بيعطيكم نجاح. وجود كل هالثلاث كواكب أو هالثلاث كواكب في برج الميزان هو نوع من انتصار لألكم، نوع من طلة مختلفة، نوع من إرادة حلوة، نوع من انفراج كتير كبير وجرأة في التعاطي مع الأمور. هلأ مولود برج الدلو إجمالا هو مولود جريء، لكن لما بتكون الشمس دعمته وثلاث كواكب داعمينه، هذا معناته في انتصار فترة حلوة، وإذا اخترته يوم حلو رح بيكون انتصار هائل. المواليد اللي لازم تنتبه هي 27 لـ 29 كانون تاني يناير، هيدا بسبب تأثيرات زحل. الأكثر حظا هي 12 لـ 16 شباط فبراير، هيدا كوكب المشتري. خلونا نروح للأيام الأكثر حظا. الأيام الأكثر حظا هي تاريخ 8-9، تاريخ 16 المساء، 17-18، تاريخ 26-27 و28. بالنسبة للأيام الأقل حظا، تاريخ 3 بعد الظهر، 4-5، تاريخ 10-11، تاريخ 14 بعد الظهر، 15-16، تاريخ 23 بعد الظهر، 24 و25. بدي اتمنى لكم شهر حلو ناجح. نرجع نلتقي مع الابراج اليومية والاسبوعية للمزيد من التفاصيل. شكرا لكم، باي باي.